السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم أفضل النيتشات التي يمكن الاشتغال عليها في سنة 2022، أدخلها الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالصحة والعافية وتحقيق كل الأهداف والأحلام إن شاء الله. وسأريكم مدى قوة هذه النيتشات من خلال المنافسة القليلة وكذلك نسبة الطلب المرتفعة عليها. إذن على بركة الله. لكن إخواني، قبل البداية وعرض هذه النيتشات، ولأكون صريحا معكم، فالنيتش هو سبب من أسباب كثيرة وشروط يجب على كتابك أن يتوفر عليها ليباع بشكل كبير. لذلك حاولوا إخواني أولا التركيز على النيتش قبل البداية في أي عمل حتى لا يضيع مجهودكم سدى. ثم يجب عليكم تصميم المحتوى والغلاف بشكل احترافي حتى نستطيع منافسة الكتب الأخرى، وكذلك يجب عليكم إنشاء عنوان جيد ملخص ومفيد ومثير لجذب المشتري، وبعدها حاولوا الاشتغال على الكلمات المفتاحية بشكل أكبر، بحيث يجب أن تكون كل كلمة تحقق هذين الشرطين اللازمين: منافسة قليلة ثم مبيعات كبيرة. وختاما يمكنكم كذلك الاستفادة من الخاصية الجديدة التي تقدمها أمازون KDP E-Plus Content، الذي يعطينا معلومات إضافية حول الكتاب، الصور الداخلية وبعض المعلومات الأخرى التي ستثير فعلا المشتري وبالتالي ستدفعه إلى شراء هذا الكتاب. وبالنسبة لهذه الشروط فقد قمت سابقا بشرحها كل واحد على حدة في هذه القناة. ما عليكم سوى الدخول إلى القناة ثم اختيار قائمة أمازون KDP واختاروا أي موضوع لديكم فيه إشكال أو لبس، وادخلوا إلى الفيديو وستجدون شرح دقيق ومفصل وفيه أجوبة على الأسئلة الخاصة بكم، وسأضع لكم في وصف هذا الفيديو رابط القائمة. وحظ موفق للجميع. إذن الآن سأقدم لكم النيتشات التي تحدثنا عنها سابقا. فأول نيتش هو House Cleaning Planner 2022 Notebook. هذا النيتش خاص بتنظيف المنزل، وهو نيتش جيد جدا إخواني، ما عليكم سوى الاشتغال عليه وإن شاء الله ستشكرني عليه لاحقا. فانظروا إخواني إلى النتائج، هنا أقل من 1000 في المنافسة وهي جيدة جدا، وكذلك الصفحة الأولى لدينا مجموعة من الكتب، وهنا البسائر الخاص بهذه الكتب صغير جدا، وبالتالي هذه الكتب تحقق مبيعات كبيرة. إذن ما عليكم سوى اغتنام الفرصة إخواني وإنشاء كتب في هذا النيتش، وستحققون مبيعات لا محالة إخواني. إذن هذا هو النيتش الأول كما قلت سابقا. ثم ننتقل إلى النيتش الثاني، Chinese New Year Coloring Book. وهذا النيتش خاص بالسنة الصينية، وكما تلاحظون إخواني رأس السنة الصينية 2022 سيقابل إن شاء الله الثلاثاء 1 فبراير. إذن ما عليكم سوى الاشتغال من الآن للتحضير هذه المناسبة الخاصة بالصينيين. فانظروا إخواني كما قلت سابقا، النتيجة الخاصة بالمنافسين صغيرة جدا، وكذلك البسائر الخاص بهذه الكتب أقل من 300,000، وبالتالي فهذه الكتب تحقق مبيعات كبيرة وستحققون كذلك نفس المبيعات إن احترمتم الشروط التي قدمتها في بداية الفيديو. وهنا سأنتقل إلى آخر نيتش، My Black is Beautiful Notebook، وهو نيتش كذلك جيد، وهو نيتش خاص كذلك. لاحظوا معي إلى المنافسة كيف هي صغيرة جدا، يعني يمكنكم المنافسة عليه. ثم كذلك البسائر الخاص بهذه الكتب المرفوعة في الصفحة الأولى أقل من 300,000، وبالتالي فيمكنكم كذلك المنافسة إن شاء الله على هذه الكتب وتحقيق مبيعات محترمة. إذن وكجواب لمن سوف يسأل عن أي هذه الثلاث نيتشات أشتغل عليه أولا، فأنا أفضل هذا النيتش الأول، ثم أشتغلوا على هذا النيتش بدرجة ثانية، ثم أخيرا اشتغلوا على هذا النيتش. ودائما كنصيحة أخوية إخواني، أي نيتش قمتم بالاشتغال عليه حاولوا أن تركزوا وترفعوا 5 كتب إلى 6 في هذا النيتش، ثم انتقلوا إلى النيتش الآخر وقوموا بنفس العملية. فمثلا عندما تأتيك أي مبيعة في هذا النيتش، حاولوا الدخول إلى الكتاب، ثم حاولوا أن تقوموا بإنشاء كتاب آخر موازي ومشابه لهذا الكتاب الذي أتتكم فيه المبيعة، وحاولوا أن تجعلوه أكثر احترافية، وبهذه الخطة إن شاء الله سوف يكون عندكم العديد من الكتب وبالتالي العديد من المبيعات.
إذن إخواني قبل النهاية اضغطوا على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. وإن كانت أخي أختي هدية أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.